يا جماعة أتمنى يكون في موقع على الأنترنت لكبار العلماء مشى مسألة موضوع الطلاق، يعني امرأة لاجئة ما حبت زوجها أو زوجها تركها وما عم يطلقها وهي ما مسجلة بالمحكمة، فلازم يكون في اجتماع للعلماء مشان يلاقوا لها حل. أتمنى يكون في موقع على الأنترنت لكبار العلماء مشى موضوع الفتاوى، لأنه كثرة الفتاوى وكل شيخ يقول شكل ونحن ضعنا ما عاد نعرف نصدق مين ونكذب مين. أتمنى يكون في موقع على الأنترنت لكبار العلماء مشى موضوع المشاكل، يعني في خصومات بين الناس وكل واحد ببلد وكل واحد يقول أنا على حق وأنت على غلط. المفروض يكون في علماء يسمعوا من الطرفين ليحلوا هالمشاكل. أتمنى يكون موقع على الأنترنت لكبار العلماء في مسائل النوازل مثل العملات الرقمية والبورصة والفوركس. أتمنى يكون في منصة لكبار الأطباء المسلمين، لأنه في ناس بأوروبا وبدوا طبيب ثقة مسلم أمين يتأكد أنه الصيام يضره أو لا. أتمنى يكون لها المواقع رقم فورا يردوا، ما بدي يعملوا الموقع ويهملوه. أتمنى من العلماء يردوا على هالناس، لأنه في مسائل ومشاكل الشيوخ ما عم يردوا. طيب لعد مين الروح إذا الشيوخ ما عم يردوا؟ لعد مين؟